كما علمت من أسرتي ومن بعض الجيران بأنني في أحد الأيام وأنا طفل الرضيع، لا يعلم أحد كم كان عمري في ذلك الحين بالتحديد، سافرت أمي وتركتني بدون لبن، فقامت جارتنا وأرضعتني مع ابنتها، وعندما كبرت تزوجت أخت الفتاة التي رضعت معها. والذي حملنا على هذا الزواج أننا نحن جميعا في ريف لا نعرف الحكم، وبأن ما يحرم من الله أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة، هكذا يقول الشيخ صالح، حيث أن لنا في هذا الزواج 3 سنوات وخلفنا بنت، ولكن المشكلة هنا أصبحت عدد الرضاعات مهيلة ولم تذكرها أم الفتاة وكم كان عددها في ذلك اليوم الكامل، وبسبب طول المدة لم ندري كيف نتصرف. أرجونا جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال تعالى: وأخواتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، لما ذكر سبحانه المحرمات في النكاح ذكر من جملتها الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع. ثم جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الزيادة على ذلك بقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وما ذكره السائل من أنه رضع من امرأة وأنه تزوج من بنات هذه المرأة التي أرضعته أو من بنات امرأة زوجها الأخرى إذا كان له زوجة أخرى، فإنه إذا كان هذا الرضاع في الحولين وكان 5 رضاعات معلومات فإنها تصبح أختا له من الرضاع، يحرم عليه نكاحها ويكون هذا النكاح باطلا يفرق بينهما. أما إذا لم تعلم عدد الرضاعات فإن الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح حتى يعلم عدد الرضاعات، فإذا كانت 5 رضعات فإنها تحرم عليه ويفرق بينهم. وحد الرضعة أن يمص الطفل الثدي، يمص منه اللبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال من ثدي إلى ثدي، فإذا عاد مرة ثانية ومصه مصة ثانية تعتبر هذه رضعة أخرى إلى أن يكمل 5 من هذا النوع ولو كانت في مجلس واحد. الحاصل أن هذا النكاح محتمل، فعليه من يراجع القاضي أو المفتي ليحضر المرأة التي أرضعت ويسألها عن كيفية هذا الرضاعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.